وصل فريق أممي إلى مدينة تعز، وذلك قبيل زيارة مرتقبة سيقوم بها المبعوث الأممي مارتن جريفث إلى المدينة الأسبوع المقبل ضمن جولة له في المنطقة تشمل الرياض وصنعاء ومسقط. نعم، قالت مصادر محلية أن الفريق الأممي الجديد التقى قيادات عسكرية وأمنية، وذلك بعد أن أنهى فريق آخر من مكتب المبعوث الأممي زيارة إلى تعز قبل 5 أيام، والتقى فيها مسؤولين من السلطة المحلية وقيادات عسكرية وأمنية في إطار الترتيبات القائمة لزيارة جريفيث إلى محافظة تعز. وللحديث عن هذه الزيارة ينضم معنا مدير مركزي أو مكتب الإعلام في تعز نجيب قحطان. أهلا وسهلا بك أستاذ نجيب، ضعنا في تفاصيل هذه الزيارة للوفد الأممي. نعم يا سيد العزيز، أهلا وسهلا بكم وبمتابعين قناة من شرارك. اليوم زار رئيس الجهاز الأمني للمبعوث الأممي، وبالتالي وصل تعز اليوم الساعة 1 ظهرا تمهيدا لزيارة المبعوث الأممي جلست إلى محافظة تعز، وذلك للاطلاع على الوضع الإنساني وعلى الدمار والخراب الذي تممه الحوثيين وتبرره الحوثيين في محافظة تعز خلال 4 سنوات من الحرب، وكذلك للاطلاع على الوضع الإنساني والمعيشي التي تعيشه هذه المحافظة المحاصرة منذ 4 سنوات بسبب حرب الحوثيين على هذه المحافظة. نعم، بداية هنالك يعني منع من قبل ميليشيا الحوثي لهذا الوفد من المرور إلى المدينة من الجهة الشرقية، يعني ضعنا في صورة هذا الحدث. للأسف الشديد يا سيدي العزيز، أود أن أقول لك أن المبعوث الأممي بإمكانه أن يحضر إلى محافظة تعز عبر محافظة عدن وطريق الشرطة كما هو متعارف، لكن يصر الوفد الأممي مرة تلو الأخرى بأن يدخل إلى محافظة تعز من الاتجاه الشرقي من قبل الطرق التي يسيطر عليها الحوثيين حتى يتم منعه، وبالتالي عدم تمكينه من دخول محافظة تعز والاطلاع على الوضع الإنساني. وأنا في هذه وأنا هنا أشكك بجدية زيارة المبعوث الأممي إلى محافظة تعز، وإلا لو كان يريد فعلا الوصول إلى محافظة تعز بشكل حقيقي لتم الدخول أيضا عن طريق التربة ومن محافظة عدن، ولكن ما الذي يمنعه أن يحضر عن طريق التربة أو عبر محافظة عدن حتى يتسنى له زيارة تعز والاطلاع على وضعها الإنساني بدلا من الإصرار على الدخول إلى محافظة تعز من الجانب الشرقي التي تخضع هذه كل الممرات والمنافذ للإنقلابيين للحوثيين. نعم، إذن أنت تتحدث بأن تلك الطرق التي ذكرتها هي آمنة بطبيعة الحال وبإمكان المبعوث الأممي أن يأتي عبرها، لكنه يصر كما تفضلت يعني القدوم من الجهة الشرقية. نعم سيدي العزيز، ليس هناك أأمن من طريق عدن التربة وصولا إلى محافظة تعز. هذه الطريق هي آمنة، ومنذ أن فك الجيش الوطني الحصار من الجهة الغربية عن طريق تعز أصبحت تلك الطريق آمنة ابتداء من عدن مرورا بالصبيحة حتى التربة وحتى وصول الضباب وصولا إلى مدينة تعز. هي آمنة تماما، بل وآمن من المنافذ الشرقية التي يريد المبعوث الأممي أن يمر عبرها، بل أن طريق صالة كما نعرف طريق ملغم من الجهة الشرقية ويسيطر عليه الحوثيين، ربما مزروع كامل الطريق الغام إضافة إلى وجود قناصين، وبالتالي هذه المنافذ يصعب جدا المرور منها. طيب، لكن المبعوث الأممي إن كان فعلا يريد زيارة تعز فالطريق آمن جدا من جهة التربة، وبإمكانه أن يدخل في يوم وليلة وليس عليه أي ضرر أو خوف. طيب، إذا هذا يفند كل يعني كل الآمال، يعني يبخر كل الآمال بأن المبعوث الدولي يعني يأتي إلى تعز لحلحلة القضايا الجزئية بعد تعثر الحل الشامل. طبعا القضايا الجزئية منها يعني فك الحصار عن مدينة تعز، يعني الآن في حال فشلت الزيارة يعني هذه الآمال إلى أين تذهب؟ وهل بالنهاية تتوقع بالفعل أن لا يحضر المبعوث؟ أنا أتمنى أولاً أن لا تفشل هذه زيارة المبعوث الأممي إلى محافظة تعز، كما أتمنى أيضاً من المبعوث الأممي أن يفي بوعده للسلطة المحلية في محافظة تعز بزيارته إلى محافظة تعز والدخول إلى محافظة تعز والاطلاع على الوضع الإنساني، وبالتالي أي فشل لهذه المساعي فأن الفشل يكون مشترك من قبل المبعوث الأممي ومن قبل الحوثيين، ولا علاقة للسلطة المحلية في تعز بهذا الفشل. كون السلطة المحلية ترحب كما رحبت اليوم بالمبعوث الأمني الخاص بالمبعوث الأممي بزيارته. إذن هو يعني بالخلاصة هو إن فشلت الزيارة فهو فشل يعني متعمد عن سبق إصرار وترصد. شكرا لك. نعم، فشل. نعم.
وضحت الصورة. شكرا لك مدير مكتب الإعلام في تعز نجيب قحطان.